كيفاش ممكن تحمي الهاتف من الاختراق؟ كيفاش تحمي اولا الجيميل ديالك من الاختراق؟ دابا قبل ما ندير اللايف دوزت حاله ديال واحد السيده بغات تحماق، اش واقع ليها؟ واحد السيد كيهددها، هاد السيد اللي كيهددها تعرف التفاصيل ديال حياتها. دابا شتي هاد اللايف، هاد اللايف يلاه قطعت لابيل سالينا مع السيده ودرت اللايف. غير دابا هاد السؤال ديالك ايه دابا؟ هذا غير كونسلتين لقينا المشكل. السيده كانت واحد السيد يهددها، تصورها فين مشات؟ دار ديك اللعبه ديال صافي تقويتي في الكافي هذا، يلاه بصحتكم ياك جلست مع غاده في الطوموبيل، كاين الزحام شويه ياك، بحال هكا بنادم بغى يحماق. كيفاش هاد السيد تيعرف عليا التفاصيل؟ وهاد التفاصيل الاخوان راه جيميل كذب. اسكت الحمار اللي حدك، اسكت الله يرضي عليك، اسكت سمع ملي تيهضروا الناس سمع، تكونش حمار. جيميل ديالك راه يعرف عنك الكثير، وشي واحد اللي دخل الجيميل ديالك وعنده الجيميل ديالك راه يعرف عنك الكثير. وراه هضرنا على هذه المساله من رانا، قلنا تصوركم ما تحطوهمش جوجل فوتو، قلنا ديزاكتيفيو لي زاكتيفيتي ديالكم، راه ملي كدير اكتيفيتي ملي تدير تكون اكتيفي لي زاكتيفيتي ديالك في الحساب ديالك جيميل، سورتو الناس ديال اندرويد، حيت نتوما ما تخدموش بالتليفون الا ما كانش عندك اندرويد. راه تراسيبيليتي الماب ديالك في نهار كاش درتي تتكون تما. تندخل انا غير الماب دات جوجل هذا التايم لاين ديالها كيبان لي اش كنتي داير وبالسرعه باش كنتي غادي، شحال الوقت دوزتي غير من هاد النقطه ا لهاد النقطه بي. وبنادم تيحماق، راك غادي ب 30 كيلومتر في الساعه ودرتي واحد 15 دقيقه، انا باش غنعرف الزحام؟ لانه كيبان لي لامباساج قليل وداير فيه نص ساعه، راه باين الزحام كاين تما. وبنادم تيبدا يحماق، تيبدا يهرب ليه، كيفاش هاد السيد تيعرف هادشي؟ كتاجوتي شي كونتاكت، تتسوبريمي شي كونتاكت، مالك راه كاين في جوجل كونتاكت، تمشي لجوجل بوان غير غادي يبانوا لك لي كونتاكت، تالي سوبريمي ما يبانوش. تصاور اللي كتاجوتي تتحطو تما، حضرنا مليار مليون مره من هذا القضيه. وباقي الناس اخويا تيوقع لهم هذا الشيء، وراه كي قلت لك السيده بغات تحماق، دابا بيبقى غير مساله ديال نعرفوا اش واقع هذا، غادي دار لها خبره على التليفون باش نشوفوا التليفون حتى هو واش مبيراطي. ولكن على العموم راه غير بعد هذا الجيميل هذا راه تيحمق الناس، ماشي اول حاله كندوز، دوز العديد، دوزت واحد الحاله قبل منها حتى هي نفس البلان. ملي تدخل حيت انا اش كندير ملي كندخل كيبان لي هذاك البلان تنبدا، كنتي هنا اييه واش هادشي اللي كان تيقول لك اياه، هادشي اللي كان تيقول لي يا وراه خويا راه ما جبت كيفاش. عاد تجي المرحله ديال التليفون، الوغ التليفون بعد التليفونات اللي كنعالجو حنا اللي كيجيونا مخترقين، دابا الناس كيصيفطونا تليفونات اللي مخترقين وبغاو دار عليهم خبره. كاين بزاف ديال الناس باش نكون معكم صريح، وانتم لم تعتادوا الا على الصراحه، واخا الصراحه صعيبه في هذا الزمن، راه كاينين الناس اللي تكون عندهم الهوس اولا كيتسمى داك الوسواس القهري. كاين الناس اللي كنكون عندهم الوسواس اصاحبي كيصيفطوا التليفون راه كتقول ليه راه ما عندك والو، تيقول لك لا دوز ليا عليه خبره، والتليفون تقول لها ما يمكنش يكون فيه، أولا السيد تيبان لك ما تتولي أنت كدوز الآخر على ود نفسيته هو باش يرتاح، على النفسية هما راه تيبان لك ما كاين والو. كاين الناس اللي تكون عندهم الوسواس القهري، وهاد الناس هو ما غايقولكش، هو ما عمرو غيعترف براسو مريض، وما عمرو غايقول لك مريض، تنهضر مع الناس اللي تيكونوا معاه. الله يجازيكم بخير السيد، شوفوا السيد اللي هذا حاولوا أنكم هذاك السيد ديوه لطبيب نفساني عوض تجيبوه للمكتب عندنا، باش نكون معكم واضح، لأن هذاك السيد عنده مرض خصو يتعالج عند الطبيب، خصو يتعالج عند الطبيب. أباغ الناس اللي كيكون عندهم نيت المشكل، هاد الناس أختي قضية ديال زعما ملي تيكون طيط بيراطاو غالبا، أنا نقول لك غالبا، وهادو هما الحوايج اللي تحمي منهم راسك. تليفون يا أختي ما كنخليهش فين ما كان، لا صاحبتي حبيبتي راه شي، شوف أنا ما بقيتش نعاود القصص، بقيتش نعاود بزاف القصص، لانه ما للاسف واخا كتعاود قصه وكتحاول تبدل كاع المعالم ديالها، الناس دائما كيمشيو في البال ديالهم انك انت راه كتعاود على شي واحد، خاصك تعرف هذيك القصه اللي كنعاود راه بدلت فيها المكان والزمان وزدت فيها شي حويجات، تنخليو الروح ديال القصه ولكن كنبدلوها يا باش، حيت ما يمكنش لي انا واحد جاي عندي نفضحو نقول لك راه جاي عندي فلان واحد في المدينه، تنبدلو للتوعيه. ولكن راه الا جيت نعاود لك داك الشيء اللي حنا انا بعدا راه وليت ما راه كون كنت مريض نفسي راه مرتي ما نثق فيها باقي. داكشي اللي كنشوفو داكشي يعني ما تقولش ليا الثقه، انا بغيت نوصل غير للنقطه ديال الثقه.
لا صاحبتي خويا لا تنققاش مع الطعام لا درا تمشيو لدارو وتيجي لدارك لا خيري كان باك تقولش هي هاد الهضره انا نقول لك تقولش هي هاد الهضره داكشي اللي شفت انا ما بوليس ما توزع ما حسن عوان الله البوليس والناس ديال النيابه داكشي كيسمعوا يمكن انا شي حاجه داكشي اللي كنشوف انا داكشي كيجيو انا قدام داكشي راه ما تقولش ليا الثقه انا راه حضرت لواحد بعدا واحد لقينا امبيراطور هو ما كيمرون حياته شكون لقينا في الاخر اقسم بالله الا لقينا اختو حيت انا لقيت واحد الايميل دابا داك الدليل لقيت واحد الايميل ملي هذاك الايميل قلت لي هذا تصدم سيد شد فراسو قال لك هذا الايميل ديال اختي وحق الله الا قال لي الايميل ديال اختي قال لي واد اختي انا راه داير لها صالير قال لي هذه ديال ما مخدمش انا طلعتها في الشهر انا كندور معها في الشهر كل شهر كنعطيها علاش بغيت دير ليا هكا ودابا تصور انا عطيتكم الحماق يعني ما تقولش لي الثقه تليفونك اخويا في جيبك هو اللي تليفوني في جيبي الله يرحم ليك الوالدين ثانيا لي زابليكاسيون تيليشارجي وداك التطبيقات ديال اخفاء الصور وداك الشيء راه ما كاينش هذاك الشيء اخويا راه تيتحط في التليفون تديرو كيتحط في بلاصه اخرى ما كتعرفش اكس شكون مول هذا وراه قلنا لكم واحد القصه ديال واحد السيد جا عندي لقى تصويرته في الويب ديك التصويره في لقاها كان خدام بواحد لابليكاسيون ديال اخفاء الصور ايوا هذوك لابليكاسيون تخفى الصور شي يكون فيهم تيكون فيهم دعاء الورد يوم الجمعه يوم تيكون فيهم العراق وسيد مزوج بعدا هو ماشي وحده وتيحط دوك تيخبي دوك التصاور الناس المزوجين بلاوات تصويرات خبيين جوجل فوتو داكشي راه داكشي راه يكون عطيت تحت تتحط تما تلقى راسك فشي سيت والله العظيم سيد مزوج وهذا تلقى راسو تما يا الله خايف غامر تطيح في داكشي ايوا انا هلوم يعني بنادم يحاول شويه يرد البال من هاد من هاد النقاط هاد وطبيعه الحال كاين واحد المساله اللي هي 100% التليفون شوف كاع التليفونات اللي 99% التليفونات اللي كتلقاهم بيراطين كتلقى واحد اللعيبه فيهم كنلقى واحد اللعبه هي كتمشي لجوجل بلاي بروتكت الا لقيتيها مديزاكتيفيا لقيتي هذيك جوجل بلاي بروتكت مديزاكتيفيا شي واحد مهكي لك التليفون كيجالس تما حاد سامر عندك جوج الحوايج وما ديروش واحد القضيه كاينين الناس اللي كيانستاليو شي برنامج وكيسوبريمي وهذا وعاد تيجيب ليا التليفون ما عندي ما ندير ديك الساعه بالتليفون لقيتي فيه وكنتي بغيتي تعرف شكون ولا شي حاجه خلي التليفون كما هو ما تقيسوش صيفطوا ليا هكاك حيد منه الكارت سيم واحد ناض كان ناض واحد ستريمر لي الاشاره تفكر وما انا ما رديتش عليه خونا محمق انا غاديش نقعد انا ندير عقلي مع الحماق وقالت لي واحد السيده جات عند امير الراغي تتعاود لي جات عند الا كانت هذه السيده فعلا دارت هذا الشيء وهذا الشيء راه فري ماشي انا تنكرو راه جات عند امير الراغي هو يقول لها وقطعي قطعي قال لها طفي داك التليفون راه يقدروا يسمعونا وانا معروف ويخافوا يدو فري هذه الهضره هذه انت عندك التمرقيل اش جابك داك الشيء التقني دخل سوق 3 سنتيم كاينه هاد الهضره هادي حيت امير الراغب اخويا راه معروف بغيتي ولا كرهتي معروف بزاف معروف والتليفون ملي كتدخل انا يا 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 بوك اللوخ فرصه نجاوب عليه هني دابا راه التليفون اخويا ملي تيكون هاكي الكاميرا كتكون مفتوحه الميكروفون كيكون مفتوح وانت داخله وكتعاودي ليا اخونا بيعيق بك انك انت مشيتي عند واخا سيدي قاعد السيد ما تيعرفنيش انا راه انت داخله جايبه تليفون كونيكتي وما هاكي جايبه ليا كتهضر جالسه حدايا هنا كتهضري ايوا راه غادي يسمعنا كنهضروا كيفاش وغنجبدوا هذا مالو حمار ايه بالعقل كاع سيدي حيدو سميتو ما انا راه معروف بغيتي ولا كرهتي هذيك سوقك هذاك مشكلك انت تشارتي في كورونا اخوك راه مشهور قبل كورونا ف هاد المساله هادي قال لك لا هو سميتو راه خص التليفون انا نورمال التليفون لا كان ما هاكي ولا داك كاع دخل نورمال تنقول لك طفيه بعدا قبل ما تدخلوا هنا ايوا هادشي اللي كاين شي واحد ايمان المهم شي اخت ولا اخ لقى جوجل بلاي بروتكت هو تيتفرج فيا لقى جوجل بروتكت مديزاكتيفي خويا جوجل بروتكت مديزاكتيفي عندك تجسس السلام عليكم ولا الاخ ولا الاخت اللي سمعني دابا ومشى عندك تجسس اخي عندك تجسس